أسهل حاجة تخلي في ثانية جبل يدك لما تلاقي العيلة اللي تلمنا تدفك. أسهل حاجة تخلي في ثانية جبل يدك لما تلاقي العيلة اللي تلمنا تدفك. لما تلاقي العيلة اللي تلمنا تدفك. وشوش الناس مغشوشة ومفيش حد مصدق حد. سكة تبان بالخير مفروشة هتخون نهاية انسان. تبقى وشوش الناس مغشوشة ومفيش حد مصدق حد. سكة تبان بالخير مفروشة هتخون نهاية انسان. عادي هقولك اللي تهد عايز تقتل حب بجد. عادي هقولك اللي تهد عايز تقتل حب بجد. عايز تقتل حب بجد اقتله بالشك. زادت كلنا شاريين عمرنا ما سمعنا في سوق بيبيع في بني ادمين. الله يلعن ابو ده اشطاري ليه قلم الاخوات. كلنا بندور سوا على حيطه ومالناش عين. السوق للبيع والشراء زادت كلنا شاريين عمرنا ما سمعنا في سوق بيبيعوا في بني ادمين. الله يلعن ابو دشطان اللي قلب الاخوات. كلنا بندور سوا على حيطه وملناش عين. تبقى وشوش الناس مغشوشه ومفيش حد مصدق حد. هقولك اللي تهد عايز تقتل حب بجد. عادي عايز تقتل حب بجد. عايز تقتل حب بجد اقتله بالشك. مش عارف يا محي ايه اللي خلاني احكي لك حكايه بالشكل ده، بس في الحقيقه كنت مكبوت مكبوت قوي. كنت محتاج افضفض. كويس قوي ان انت فضفضت. وعمل مش غريب يا اخي، ده احنا اخوات وعشره عمر. عشان كده انا عايزك تسمعني شويه نبيل. انا عشرتك انت وسامي سنين طويله قوي، وده يخليني اقول لك انا ضمير مستريح ان مراتك مظلومه ولا يمكن تعمل كده ابدا ابدا. وايه اللي يخليك متاكد قوي كده؟ حاجه بسيطه قوي. الست اللي متعوده تعمل الحاجات دي تبقى الحاجه دي في دمها. خيانه بالطبع جواها مهما حاولت تخفيه طول السنين هيجي في لحظه ويظهر، لان الطبع بيغلب التطبع. طب وتحليل الدي ان ايه؟ ايه رايك فيه ده كمان؟ والله نبيل انا رايي من راي ابراهيم اخو مراتك انك لازم تعيد التحليل ده عشان تتاكد. يعني انت كمان من رايك ان انا اعيد التحليل؟ بالظبط كده. وانا متاكد ان نتيجه التحليل المره دي هتطلع مختلفه تماما عن النتيجه الاولانيه. هيا وسيله، اول ما قلت الاستاذ فايق ان احنا عايزين نقابله لغى كل مشاغله وكل مشاويره وقعد عشان خاطر يقابلنا. ده ليه؟ عشان هو خايف على مصلحتنا وخايف على مصلحتك انت بالذات. اتمنى انك تكوني فكرتي وعرفتي مصلحتك. لا لا، هي فكرت. فكرت طبعا. وبعدين ده هي اللي قال ان احنا نيجي نقابل حضرتك،
وبعدين القعدة مع حضرتك شرف لينا، انت حضرتك راجل ثقة ومحترم، وبعدين كفاية انك بتحافظ على مصالح الناس. متشكر يا ادهم باشا، بصراحة كده لولا مكالمتك ليا انا ما كنتش كلمت وسيلة هاني مرة تانية، بس انا ما حبش افرض نفسي على حد. تفهم بقك تفرض نفسك ايه ده؟ على فكرة انا كده هزعل منك، والله هزعل. انت هتقول الكلام ده؟ ده انت فوق دماغنا، انت بتتكلم في ايه؟ جرى ايه يا وسيلة؟ ما تقولي وجهة نظرك للراجل، فكر ان انت كرهها بجد. يلا حبيبتي يلا يلا. استاذ فايا انا عايز اسالك على حاجة. اتفضلي. انت كنت تعرف قاصد بيه كويس؟ اه طبعا. مش المحامي بتاعه ولا ايه؟ كان عامل ازاي؟ شكله ايه؟ شخصيته عاملة ازاي؟ قاصد بيه الله يرحمه كان راجل وسيم، شخصية مرحة محترمة الله يرحمه، كان اي حد قبله كان يعجب بيه على طول. كان نفسي اشوفه. مش عارف اقول لك ايه، بس دي بدايه كويسه. هتخليني اشرح لك كل تفاصيل فلوسك وامور الثروه والحاجات دي. الماس الماس. ما تتصوريش انا فرحان قد ايه انك قبلتي تاخدي ثروتك كده. بقى انا حاسس ان الحق رجع لاصحابه. واضح ان عندك ضمير قوي في شغلك. وهي شغلتنا ايه غير الضمير؟ عشان كده بقى انا ضميري بيأنبني على تلت الثروه بتاع والدتك. ما تقنعيها تستلمه هي كمان بدل ما يروح للجمعيات الخيريه. انا ماليش دعوه بنصيب حد. بص يا فايق بيه، احنا مش طماعين، مش طماعين خالص، احنا لينا دعوه بنصيبنا وبس، وما لناش دعوه بحد تاني. عشان خاطري بقى دلوقتي كلمنا في تفاصيل الثروه بالراحه. حاضر، انا هشرح لكم كل التفاصيل. خير يا وسيلة؟ قلقتينا. جايبانا على مال وشنا ليه يا حبيبتي بقى؟ تتكلمي يا وسيلة، ساكتة ليه؟ بابا فين؟ في المكتبة من الصبح ولسه ما جاش. مع اني مكلمة وأكدت عليه انه لازم يجي. معلش يا وسيلة يا حبيبتي، هو بابا نبيل كده ما بيحافظش على مواعيد، وهنعمل ايه؟ ما تقولي يا وسيلة، في ايه؟ احنا مش ناقصين قلق. ماشي، انا جمعتكم عشان اقول لكم ان انا هستلم الثروة. انت بتقولي ايه؟ انت اكيد اتجننتي. انت مستوعبة يا وسيلة انت بتعملي ايه؟ انت بالشكل ده بتثبتي التهمه على ماما. ازاي هتقبل على نفسك الفلوس دي يا جماعه؟ اهدوا شويه، حرام عليكم، ما تظلموش وسيله. وسيله لا عملت حاجه ولا قالت حاجه، تحليل الدي ان اي هو اللي جاب اخر الكلام بصراحه. ماما ايه يا حبيبي؟ ماما هي السبب في كل اللي احنا فيه ده، يعني المفروض ان انا الضحيه على فكره. انت كده هتجني علينا كلنا. فكري فينا يا وسيله وما تظلمناش انت كمان. انا اكتر واحده اتظلمت فيكم، مش كفاني طلع مشكوك في نسبي؟ هو في اكتر من كده يا وسيله؟ يا وسيله عندك حق، بس ما تعمليش في نفسك كده. وسيله دولينا غلاوه عندك، لو سمحتي ممكن تهدي وتفكري قبل ما تفجري القنبله اللي هتدمرك وتدمرنا كلنا. لا ليه؟ انتوا مالكوش دخل خالص، الحكايه دي تخصنا انا وماما. لا بيتهيألك، ما دام تمس سمعتنا يبقى تخصنا كلنا. خلاص، وانا مستعده اقسم الثروه بيني وبينكم، اهو يبقى تعويض عن شرفي وشرفكم اللي اتمرمطوا في الارض دول. عايزانا نبيع شرف امنا بالفلوس؟ خلاص ما تبيعوش، بس ده حقي بقى فرصه ابويا اللي ما شفتوش، ومش هتنازل عنه ابدا، ده اقل تعويض ممكن اقبله على اللي حصل لي. كنتش متخيل انك ممكن تطلعي واطيه كده. هو انت بجد يا وسيله ممكن تقبلي على نفسك حاجه زي دي؟ والله ده شرع ربنا اللي امكم عايزه تحرمني منه عشان تداري على غلطتها في حقنا كلنا. لا ده واضح انك راكبه دماغك والكلام معاكي ما فيش منه فايده. بالعكس، ده انا جيت اقول لكم على الفايده كلها، بدل ما تتهانوا زي ما بتقولوا من غير اي فايده. واحنا ما تلزمناش الفايده دي يا وسيله. تمام، ده اخر كلام عندك؟ اه. وعلى فكره بقى، انا جيت عشان اديكم خبر، مش هاخد اذنكم. كفايه لحد كده، انا جاي معاك يا وسيله. الشنطه يا حبيبتي. وسيله، لو اخدت الفلوس دي فعلا تبقى لاختنا ولا نعرفك. يلا يا وسيلة، يلا حبيبتي، يلا اتفضلي. أكيد سمعتوا اللي عملته وسيلة، مش كده؟ ما عملتوش معاك أنت بس يا مامي، ده معانا كلنا. أنا مش مصدقة إن وسيلة تعمل كده. يا جماعة دول 50 مليون دولار، لازم تتلخبط طبعًا. لا 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 لا، لا يا جماعة لا، دي وسيلة طول عمرها عاقلة ومحترمة، أكيد في حاجة غلط. يسألوني أنا، جوزها السو هو اللي بيصوص لها اللي اسمه أدهم ده. مهما كان ازاي تطوع على حاجه زي كده يا جماعه؟ ما احنا لازم نعذرها،
دي فجأة اكتشفت ان بابا ما طلعش ابوها. بس ولا كلمة، هسمع صوتك خالص. انا مش عارفة تصعب عليا هي ولا تصعب عليا نفسي. منك لله يا قاصد، منك لله. زوزو يا عسل يا مدمع عسل، كل من شاف جمالك يضرب لك المثل. يا يا عسل كاسك يا زوزو، كاسك. ماليش نفس. اشربي يا زوزو اشربي عشان السهر تحلى كده، ونقول احلى كلام مع بعض ونترجم مع بعض الكلام. ما قلتش حد اخرس نهار اسود. عارف انا مين يا انت؟ مش عارف انا مين. معرفش والله. انا عون القص يا معرفش مين عون القص. ايه يا ما انتش عارف مين عون القص؟ ده مش مذاكر تاريخ كويس يا حلم. ايه زوزو تقول لك طرفي، تقول لها يخبط دماغه في الحيط. ايه يا حبوب الجراءه كلتك قوي يا روح امك. ايه نسيت انك فاتح في شارع الهرم ياد ولا ايه؟ انا فاتح في شارع الهرم بس معرفش والله مين عون القص. وحد ربنا قلت لك تبقى مش مذاكر تاريخ. اخلص انت هتفضل تعيد وتزيد. انا هعرفك ياد اللي انت بصيت لها دي تبقى مين. سنكة مر وضبوه. اما انت بقى النهارده خلاص هتبطلي رقص وهتقعدي في البيت. اشمعنى؟ اشمعنى ايه يا بت؟ انت هتخشيلي قافيه ولا ايه؟ ما تكتريش معايا في الكلام. انهي يسعوني، ما انت عارف ان الرقص ده في دمي وما اقدرش استغنى عنه. قلت يا بت هبطلي رقص يعني هبطلي. انت خلاص هتبقي في عصمة عون القص. هنا برضه دلوقتي اقدر اقول لك الف الف مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا سيلا يا حبيبه جوز. من النهارده بقيتوا اتنين تانيين خالص غير اللي كنتوا تعرفوهم زمان. ازاي؟ اتفضلوا. زمان كان ممكن تتمنوا حاجه وما تقدروش على تمنها، انما دلوقتي اي حاجه بتتمنوها اي حاجه هتيجي لغايه عندكم. الله، قول بقى كده وشجيني. شوفوا بقى طمع. هو الثروة الحقيقية لأي بيزنس مان ناجح كل ما تقدروا تاخدوا كل ما قوتكم تزيد. أنا رأيي إن الطمع فضيلة مش زي ما بيقولوا الخيبانين. الله الله عليك، والله العظيم أنا أطلع ورقة وقلم وأكتب وراك. الله، الكلام اللي أنت بتقوله ده يتذاكر ويتحفظ طبعاً. اسمعي يا سيلة، اسمعي الحكم اللي بيقولها فايق باشا. المهم تعملوا بيها وتطبقوها بدل ما تنسوها وتندموا. أصل اللي بيوصلوا في الدنيا دي قليلين قوي. الناس بيقولوا عليهم إيه؟ محظوظين، انما هما في الحقيقه طماعين فاهمين ومذاكرين. انا اول مره اخد بالي ان الطمع بيتحسب بالطريقه دي. من النهارده لازم تاخدي بالك من اي حاجه عشان تعرفي تكوشي على كل حاجه. كل حاجه مش قوي كده يعني؟ لا قوي. امال احنا كنا بنقول ايه؟ الطمع فضيله صح. احفظي بقى يا سيلة. الله، وبعدين انا حاسس كده ان عيشتنا اللي جايه دي هتبقى الماز. ألف مبروك مرة تانية. وده ليكي. دي أكيد مش بنتي. مش قادرة أصدق إنها بنتي. دي واحدة تانية غير اللي أنا أعرفها. واحدة تانية. وسيلة طول عمرها قلبها أبيض وبتحبك قوي يا عمتي. تحبيني؟ تحبيني تعمل فيا كده؟ دي الشباب يا سامية، معلش. انت عارفه وسيله اختي دي بنتك، وانت عارفها كويس. عارفه لما تقعد مع نفسها كده وتعقل وتفكر هتيجي لحد عندك تعتذر لك وتبوس راسك كمان. عارفه يا سعاد، عمري ما هقدر انسى الكلام اللي قالته لي. عمري ما هقدر انسى الكلام اللي قالته لي. معلش يا عمتي ما تزعليش، ان شاء الله كل اللي انكسر يتصلح. يتصلح؟ اللي انكسر عمره ما يتصلح. وسيلة كسرت حاجات كتير جوايا. ما تكبرش الموضوع قوي كده يا سامية، انت ام، قلب الام دايما بيسامح. سامح؟ عمري ما هسامحها.
قلبي غضبان عليها، غضبان عليها. أتمنى تكونوا فهمتوا موضوع محاضرة النهاردة. حد عنده سؤال؟ دكتور ملواني؟ إيه يا أستاذ اللي أنت شرحته للطلبة ده؟ خير يا دكتور؟ أنا كنت واقف على الباب وسمعت شرحك للطلبة وأنا في قمة استيائي. ماله شرح يا دكتور؟ مغلوط، كله مغلوط ويجب تصحيحه فوراً. بس أنا يا دكتور ما شرحتش حاجة من برا المنهج، وكل معلومة أنا قلتها متأكد من صحتها 100%. ده من وجهة نظرك يا أستاذ، لكن من وجهة نظر أنا بقى كل اللي أنت قلته غلط، وبالطريقة دي هتقضي على مستقبلهم وتسقطهم، وأنا لا يمكن أسمح بالمهزلة دي أبداً. على العموم يا دكتور كتاب حضرتك موجود والطلبة كمان موجودين، وهم اللي يقدروا يفصلوا بين وجهات نظرنا إحنا الاتنين. جرى إيه يا أستاذ أحمد؟ أنت بتتحداني ولا إيه؟ العفو يا دكتور، أنا ما أتحداش حد، أنا قلت الكلام اللي لازم يتقال في موقف زي ده وبمنتهى الأدب. طب اتفضل يا أستاذ على مكتبك، وأنا ليا تصرف تاني معاك بعدين، اتفضل. عن إذنك. من هنا ورايح عايزكوا تاخدوا المعلومة مني أنا شخصياً، وأي حد تاني يديكوا معلومة غلط أنا غير مسؤول عنها، مفهوم؟ أستاذ أحمد ما تزعلش من اللي حصل، حضرتك إنسان مختلف وناضج وهو بصراحة ليه حق غير منك. تسمك إيه؟ أنا اسمي كوكي. أنت طالبة هنا معنا؟ وأنا اللي كنت فاكر إن حضرتك واخد بالك مني؟ معلش بصراحة ما كنتش واخد بالي، بس دلوقتي أخدت. طيب عن إذنك بقى. إيه ده يا إبراهيم؟ إيه اللي أخدك كل ده بتجيب طلبات؟ خدي بس أكياس مني الأول. إيه ده كل ده؟ يا حبيبتي دول شوية سمك وجمبري، إنما إيه يستاهلوا بقكم، إن شاء الله ما حد حوش. الله يا بابا أنا بحب السمك قوي. ألف هنا وشفا عليك يا حبيبي. ربنا ما يحرمنا من دخلتك علينا يا إبراهيم. ولا يحرمني منكم، يلا بقى روح جيب الأطباق لحسن الواحد ميت من الجوع. اللي قول لي يا إبراهيم، هو النهاردة إيه في أيام ربنا؟ النهاردة الخميس يا وزة. عشان كده. يلا يلا يا حبيبي يلا. ملا. يلا خد يا حبيبي امسك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. حضرتك الاستاذ نبيل شرف الدين؟ ايوه انا يا فندم. خير؟ انا مندوب من الضرايب ومعايا جواب لحضرتك. جواب؟ في ايه الجواب ده؟ حضرتك عليك ضرايب متاخره وحاجه من الاثنين، يا الدب يا الحجز، قلت ايه؟ وريني الجواب ده. اتفضل صاحبي. ادي الجواب بتاعك اهو. ايه اللي بتعمله ده يا استاذ؟ هو انتوا ما لقيتوش غير تتشطروا عليه؟ بقى سايبين حيتان البلد اللي بتكوشين على كل حاجه، وجايين تتشطروا على الناس الغلابه اللي زيي. ما تحلوا عني بقى يا اخي، حرام عليكم، حرام عليكم. سيب الراجل هيموت. لا احسن يموت، يموت احسن. معلش يا ريس، معلش مساحه فيا، تعالى اشربك حاجه تهديك. معلش يا عم كل حاجه بالعقل اهدى بس. عقل ايه وبقى فيا عقل؟ ما خلاص. معلش حبيبي. طب اجيب لك كوبايه قهوه؟ انا هجيب لك قهوه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. خلاص بقى يا عمنا، حقك عليا انا. ها ما تزعلش ولا يهمك. الله يسهل لك. مش عارف انا ايه المصايب اللي بتتحدث علينا دي يا رب. اهدى كده عشان انا معايا مصلحه في الجوع. مصلحتي ايه؟ في واحد بيحلق عندي امبارح، الراجل ده شغال ايه؟ شغال مطرب وملحن وعنده كباريه وعنده استوديو صوت بيدورهم لحسابه. كل ده؟ كل ده وانا خدت معاه معاد. واسمه ايه بقى يا عم المطرب ده؟ ده كان اسمه يا ربي؟ اسمه عبد الاخرس. مطرب واخرس؟ يا عم احنا هنبص من بقه، المهم المصلحه، تعالى ورايا. والله العظيم انا عارف ان كل معارفك دي شمال، بس بقول لك ايه؟ ايه؟ انا بصراحه ضربني السلك وبفكر اجي معاك في جد. انت لازم تيجي معايا يا طارق، لازم تيجي معايا، دي مصلحه في الجون. ايوه يا سمر، ايه في ايه؟ انا بكلمك ما بتردش ليه؟ كنت بصلي. هو انا كل ما اكلمك تقول لي بتصلي؟ لا اخطب ربنا عشان اقعد اكلمك في التليفون. يا سيدي انا ما قلتلكش كده، بس عايزه اقول لك ان فيحاء سخنه قوي ولازم نوديها للدكتور. لا الف سلام عليها، مطلوب ايه؟ اتصرف. هو انت مش ابوها؟ هديك قلت ابوها، مش الداده بتاعتها يعني. وبعدين امها موجوده على قيد الحياه وقاعده في البيت، يبقى هي اللي تتصرف. يلا سلام دلوقتي عشان عندي شغل. ها يا سمر طمنيني، اخبار البنت ايه؟ عملت لها زي ما حضرتك قلتي لي، السخنيه نزلت شويه بس رجعت تاني.
حجزت لها عند الدكتور؟ ايوه يا حبيبتي، والكشف كمان ساعتين. ايه طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. روحي يلا جهزي على بما غير لهم. حاضر يا ماما. وايه اللي خلاك تفقد اعصابك وتتصرف معاه التصرف ده؟ عشان دايما مستقصدني يا دكتور، وتعمد اهانتي قدام الطلبه، واتهمني ان بشرح لهم معلومات غلط وده غير صحيح. ده غير انه رفض موضوع رساله الدكتوراه اللي انا مقدمه مع انه اشاد بيه قبل كده. طب وهو مستقصدك ليه يعني؟ عشان عملت ملازم مجانيه وزعتها على الطلبه، واللي بيها اقدر اساعدهم في انهم يحصلوا الماده بشكل اسهل. وهو ايه اللي مضايقه في كده؟ هو شايف ان الملازم دي خلت الطلبه ما يشتروش الكتاب بتاعه، عشان كده اتهمني اني بتحداه. على العموم سيب لي الموضوع ده يا احمد، وانا هتكلم فيه مع الدكتور ملواني. بس المفروض مهما كانت وجهه نظر الدكتور ملواني، ما كانش صح انك تتكلم معاه بالاسلوب ده، لانه استاذك. انا بعتذر مره تانية يا دكتور، وعد مني اللي حصل ده مش هيتكرر تاني. عن اذن حضرتك. تعبتك معايا يا ماما حبيبتي في مشوار الدكتور ده، وحضرتك مش ناقصه. عادي، متعوده على كده. مش هوصيكي ما تنسيش ميعاد الانتيبيوتيك في ميعاده. ما تقلقيش يا حبيبتي. السلام عليكم. اهلا يا مجاهد. وعليكم السلام. انت جيت يا مجاهد؟ لا لسه ما جيتش. عن اذنك ثواني يا ماما. ثواني. دي مقابله تقابل بيها ماما؟ المفروض كنت فرشتها الارض ورد ولا اعمل ايه؟ انا ما قلتش كده، بس المفروض تسلم عليها قبل ما تدخل اوضتك. اسلم على ربع العضويه اللي بره. ما خلاص يا سمر، كلنا عرفنا ايه اللي فيها. انا ما اسمحلكش تتكلم على ماما كده، وبعدين كتر خيرها انها جت معايا الدكتوره عشان تودي بنتك العيانه. محدش طلب منها انها تعمل كده يا مجاهد. دي مهما كانت دفعه عندك، وانا ما يشرفنيش انك تبقى دفعه عندي. والله العظيم يا مجاهد، لو فضلت تتكلم معايا بالاسلوب ده لاكون سايبالك البيت تلوث بالبنات. خلصي كلامك. ايوه. اتفضلي اطلعي بره عشان عايز انام. قلت اتفضلي اطلعي بره عشان عايز انام. ناقصك وناقص عيلتك. الماما قال عارفين اسكات ماما ولا مش ماما؟ اسمع دول واحفظهم بس وعبوصهم. اسمع دول واحفظهم بس وعبوصهم. بقول لك يا معلم عون، انا رحت قبلك عشان ليه عندك طلب واحد والنبي ما تصرفش بخاطر يا شيخ. ليه عندك خدمه؟ خدمه ايه يا عبدو؟ يا ريت يا معلم ترضى عليا، وانت ورجالتك الجامدين دول تيجوا تحطوا ايديكم في ايديا وتمسكوا لي الكباريه، بدل رجاله الهوا الخمتريش اللي انت شفتهم دول مش عارفين يحموا نفسهم اساسا. ماشي، بس بالاصول. صباح الفل يا عم الكل، يا ابو قلب ابيض زي الفل، عايشين على حسك يا ملك الاحساس. والنبي والنبي معلم. ماشي، بس نرجع لدولار الاول عشان انا راجل اصول دي، ما ينفعش تعديني العيبه. صح يا دولار ولا ايه؟ ما انت فاهم نظامي، كله بالراحه بالراحه، بشويش بشويش. على هادي على هادي. اصولجي يا عم اصولجي. قلت يا دولار اللي يشوف الكبير يمشي يا معلم. من بكره يا عبدو اخرس رجالتي هتنزل تمسك المكان عندك، ومن النهارده انت في حمايه عون القص. سلام يا عم العالم، يا عم الناس، يا نجم السنين، صباح الفل عمي. ربنا يدك يا شيخ روح. ارفع ايدك بسرعه.
مساء الانوار على احلى موسيقار في الدنيا كلها. اهلا بهوس الشعر العربي والاوروبي. اقعد يا فكري. حبيبي رايق. اقعد طروق. ده طروق صاحب الانتيم اللي حكيت لك عليه. اهلا يا رؤى. اهلا يا باشا. ده بقى عبد الاخرس الملحن، امل مصر في الموسيقى، وعازف الساقات الاول. عازف ايه؟ ما تحرجش راجل اكتر من كده. وبتعرف تغني بقى يا رؤى ولا زي مطربين القلش بتوع اليومين دول؟ يعني بيقول يا استاذ والله. بقول لك يا رؤى، ما تقوم تصب غضبك علينا كده وتسمعنا حاجه. ماشي. الحمد لله على السلامة. أهلا يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا. نطلع فوق؟ نطلع فوق طبعا. اتفضل. افتح الباب يا سهى. حاضر يا ماما. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام. مين حضرتك؟ دي شقة الأستاذ إبراهيم مؤمن عبد السلام. أيوة دي شقته. في حاجة ولا إيه؟ معايا أخطار من الاسم لازم أسلمه للست حرمة. هي موجودة؟ اسم؟ الحقيني يا ماما. اسم ايه؟ انا مراته. طب لو سمحت امضي لي هنا. امضي لك على ايه؟ فيها ايه الورقه دي يا اخويا؟ الاستاذ ابراهيم توفى في حادثه، البقاء لله. ايه؟ تقول ايه؟ بابا! 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 لا لا يا بنت، لا يا بنت. قومي ما شاء الله. انا مين اللي مات؟ ابراهيم جوزي. فعلا يا وسيله هانم، في 50 مليون دولار عندنا باسم حضرتك. حالا هطلع لك الفيزا كارت. طمنتي يا ستي؟ خالد لو سمحت طلع لي الفيزا كارت اللي كنا عاملينها باسم مدام وسيله نبيل شرف. ايوه بسرعه. سلام. ميرسي قوي. لا شكرا على واجب يا فندم. بالمناسبه في خزنه باسم سعادتك والمفتاح بتاعها اهو. ممكن تدينا المفتاح اللي مع حضرتك؟ في الحقيقه انا معيش مفتاح. مش عارفه المرحوم قاصد ممكن يبقى شايله فين بصراحه. ممكن تلاقيه في خزنة الفيلا. بقول لحضرتك يعني هو الخزنة اللي عند حضراتكم دي ها يطلع فيها ايه؟ في الحقيقة انا ما اعرفش. اصل الخزن ليها سرية خاصة ما ينفعش يطلع عليها الا العميل بتاعها. الماز. قصدي يعني اكيد فيها الماز. يا بنت مالك انت مخموضة. طيب انا هدور عليه واكيد اول ما هلاقيها هاجي لحضرتك على طول. تحت امرك يا فندم في اي وقت. اتفضل. ايه يا خالد؟ اتفضل يا فندم. اتفضلي. ده الفيزا كارت بتاعك. الف شكر. الف شكر. العفو يا سيدي. ميرسي. العفو. مش بقول لك يا وسيله هانم اللي جاي احلى ان شاء الله. الماز. الماز والله.
Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선어해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선어해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선어해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해, 그런 선어해. جالنا بلاغ من جيران المرحوم ابراهيم بان في ريحه غاز طالعه من شقته. جيران مين؟ شقه ايه دي؟ انت بتقول ايه حضرت الظابط؟ بالفعل احنا انتقلنا لمكان البلاغ، ولما قصرنا باب الشقه لقينا المرحوم ابراهيم وزوجته مدام هاله في حاله اختناق، وده بسبب تسريب الغاز اللي تم بفعل الطفل الصغير. زوجة مين؟ هاله؟ مين هاله دي؟ استني بس يا سعاد، استني لما نفهم من حضره الظابط. قول لي يا فندم، الولد جرى له حاجه؟ العنايه الالهيه انقذت حياه الطفل ده، ان كان بيلعب على السلم مع اولاد الجيران. ولدي يا حضره الضابط، انا مش فاهمه حاجه. تفهمي ايه يا اختي؟ تفهمي ايه من واضحه وضوح الشمس؟ ابوك المتنيل على عينه كان متجوز عليا، كان متجوز عليا بعد العمر ده كله. يا صدمتي فيك يا ابراهيم، الله يحرقك يا ابراهيم. بس كفايه بقى يا سعاد، ما تنسيش اللي ابتدي عليه ده يبقى اخويا. اخوكي كان متجوز عليا ومستخفني ومخلف كمان، مالك لله. الله يحرقك يا ابراهيم. كده يا بابا تعمل فينا كده؟ ربنا يرحمك يا رب. يرحمه ويتنيلي. الله يحرقه، الله يحرقكم كلكم. حول على قوة الا بالله العلي العظيم. في الحقيقة أنا مقدر الظروف اللي بتمر بيها، بس دي إرادة ربنا. طب حضرتك احنا مطلوب مننا ايه دلوقتي؟ مطلوب ان احنا هنكمل اجراءات التحقيق وهنبعت المحضر للنيابه. ومصيرة الولد ايه؟ الولد ده ممكن حضرتك تسلميه بصفتك عمته، وده لو حبيتي طبعا. اكيد يا فندم، اكيد. الولد ده مش هيدخل بيتي يا سامي. بس بقى يا سعاد، ده ابن اخويا الله يرحمه. الله يرحمه، الله يحرقه. ايه ده؟ ايه ده؟ بقول لك الواد ده ارميه في الشارع، مش هيخش بيتي. انا مش هتخش بيتي. جرى ايه يا ماما؟ هو الطفل ده ذنبه ايه؟ يا طنط ده يتيم ومالوش حد غيرنا دلوقتي. اه طبعا، ما انتوا هتعملوا عليا رباطيه. كفايه الهم اللي انا فيه، الواد ده ما يقعدش في البيت بتاعي خالص. مين الوحشه دي؟ انا الوحشه دي؟ انا بس انت واقف مش متربي. انا بس في البيت حاضر، انا هوريك. بس يا سعاد كفايه الفضايح، يلا على البيت ونبقى نتكلم هناك. اتفضلي. يا اختي اه، ما انت خسرانه حاجه. بابا بابا. ايه يا ابني في ايه؟ خالو ابراهيم. ماله؟ تعيش انت؟ ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحمك يا ابراهيم، مات واحنا متخانقين يا ابني. دلوقتي يا بابا العزا بكره، يا ترى حضرتك هتروح ولا لا؟ والله ما انا عارف يا ابني. خش يا حبيبي، تعال. اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. تعال يا حبيبي، ما تخافش. ايه ده؟ ولا انا فين؟ انت فين؟ انت في بيت بابا التاني. تاني؟ قصدك بيت بابا الاولاني. فرق كبير بين الاولاني والتاني يا ساميه. عيب يا سعاد، ما يصحش كده. ما يصحش؟ هو انا جبت حاجه من عندي؟ ده بيت بابا التاني قال. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خلاص يا ماما، مفيش داعي نتكلم الكلام ده قدام الولد. بقول لك ايه يا حبيبتي؟ اشبعي بيه انت وعمتك، انا داخله اوضتي بلا قرف. احسن تريحي. تعالى اقول لك بقى. بص بقى، بص لي من هنا ورايح هتقول لي ايه يا ماما؟ ايه رايك؟ حاضر يا ماما. ايه جميله كده، جميله حلوه. وانا يا حبيبي اختك الكبيره سهى. اه سهى، خدي دخلي جوه شطفي، ادي له لقمه على بال ما اشوف منها الباب. يلا. حاضر يا عمتي. انت صباح الخير. عايز ايه وجاي ليه؟ ممكن ادخل؟ اسفه، ما تعودتش استضيف حد ما اعرفوش. ممكن اتكلم معاكي دقيقتين؟ دقيقتين بس. ما انا عارفه هتتكلم في ايه، عشان كده بقول لك اسفه. يا مدام سامي، انا مش جاي اتضايف، انا جاي ابلغك ان وسيله استلمت نصيبها النهارده.
قلت ايه؟ زي ما بقولك، عشان كده انا جاي انصحك تستلمي نصيبك انت كمان بدل ما يضيع منك. انت عارفه ان المهله كلها كام شهر وتخلص. ها قلتي ايه؟ قلت وفر نصايحك لنفسك، اللي بتقوله مش هيحصل. يعني مش هتاخدي بنصيحتي؟ اكيد لا، واعلى ما في خيلك اركبه ده لو عندك خيل. والله انت حره، انا اللي علي عملته، اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد. يشهد علي؟ يشهد على ايه يا شيطان يا خرب البيوت؟ مش كفايه اللي حصل من تحت راسك؟ اتفضل اطلع بره بره. طيب خلاص ماشي ماشي، بس كنت عايز اقول لك حاجه. فكري كويس في اللي قلته لك قبل ما يفوت الاوان. سلام. الله لا يسلمك. اللمة حلوة والعيلة حلوة والحب صافي وما خدش غنوة، حبايبي رسمي طالعين في اسمي، في الفرح جنبي وفي كل بلوى، أنا اللي ناسي واقفين في ظهري، بشد عودي وحسودي يهري، أنا اللي ناسي واقفين في ظهري، بشد عودي وحسودي يهري، جربت أراهن على اللي مني، خسرت دوري ضيعت ظهري. اللمة حلوة والعيلة حلوة والحب صافي وما خدش غلوة، دول حتة مني وانا حتة منهم، هعد واحد اتنين تلاتة وانا ببساطة اموت عشانهم، انا اللي ناسي واقفين في ظهري، بشد عودي وحسودي يهري، أنا اللي ناسي واقفين في ظهري، بشد عودي حسودي يهري، جربت أراهن على اللي مني، خسرت دوري ضيعت ظهري. اللمة حلوة والعيلة حلوة والحب صافي وما خدش غلوة، اللمة حلوة والعيلة حلوة والحب صافي وما خدش غلوة.